هنا بطبيعة الحال الصافرة تطلق والكرة تلعب على طول مباشرة في هذه الأثناء، وبالتالي لدينا كرة تصل لأصحاب القمصان الحمراء وهم نادي البطايح، بينما فهود كلباء الذين عرفوا بشعارهم الأصفر الدائم والموشح بالخطوط السوداء، وبالتالي كرة ترسل ولكن تعود عند حارس المرمى عيسى الهوتي. الهوتي يلعب كرة أمامية بهذه الصورة الرائعة جدا. هنا وصلت الكرة في منتصف الملعب، أجواء رائعة لغاية الآن مع بداية المباراة. وبالتالي لدينا محاولة لعب كرة عرضية وهدف، أوه كاد أن يسجل هدف بغاية السرعة من جانب أنتالوي أبانج. نعم حاول في الكرة الماضية أو هذه الكرة العرضية التي أتت بصورة مثالية من محمد الحمادي، وبالتالي كرة رائعة جدا ثم لخارج أرضية الملعب من محمد سبيل القائد الذي بالفعل قطع سبيل الكرة الماضية وتحولت لخارج أرضية الملعب. إذن بداية رائعة جدا في هذه المباراة. مع وجود لاعبي المنتدبين لنادي البطايح ربما أيضا يكون قوة ضاربة في الهجوم، والكرة وصلت للهوتي عيسى في اللقطة الماضية عن طريق أيضا اللاعب الذي أمامنا الآن، والحديث كل الحديث عن ديني أدلسون. كرة ترسل أمامية، محاولة وصلت بهذه الصورة في الجهة اليمنى، كرة تأتي سريعة وصلت في منتصف الملعب، وهنا لدينا محاولة خطيرة جدا من قائدي ولكن تقطع. وصلت الكرة من جديد، تغيير اتجاه اللعب هنا أيضا في أقصى اليسار من عبد العزيز الهمامي، ولدينا كرة على مشارف منطقة الجزاء بالطول لخارج أرضية الملعب. شوف الكرة الماضية التي حاول فيها، مهدي قائدي هنا في المقابل السيد غوران توميتش الذي يقود البطايح، البطايح الذي خسر مباراة الأولى أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وعلى ما يبدو لي حقيقة بأن البطايح رغم إمكانيات وقوة الوحدة في تلك المباراة ولا هناك غبار على إمكانيات الوحدة، ولكن ربما البطايح بالغ في الحفاظ بشكل كبير جدا، وبالتالي في هذه المباراة يلعب مغايرا، يلعب مهاجما، يلعب محاولا، يلعب مباغتا لاتحاد كلبة والبطايح، قبل ذلك أيضا على مستوى كأس رئيس الدولة خرج من الدور 16 أمام الشارجة بهدفين مقابل هدف، وقبل ذلك أيضا خسارة على مستوى الدوري أمام العين 3-1، وأيضا كانت مباراة تعادل أمام حتى قبل ذلك فاز على بنياس، يعني 3 مباريات في الدوري لم يتذوق طعم الفوز، بل 4 مباريات مباراة تعادل، وبالتالي يبحث أيضا هو الآخر عن نتيجة إيجابية وعن انتصار وعن كرة هنا تأتي بهذه الصورة الرائعة جدا، ولكن أيضا الصراع بداية رائعة لمحمد الحمادي من الجهة اليمنى، والحمادي في اللقطة الماضية بطول الكرة عليه لخارج أرضية الملعب تحولت. برافو الحمادي، برافو الحمادي، شوف الدخول الكبير جدا عن طريق أيضا اللاعب عبد العزيز
الحمحمي. عبد العزيز حمد. هنا لدينا ركلة ركنية. على الركنية محمد جمعة عيد ويلعب كرة خطيرة بالرأس ولكنها بتمر. الكرة الماضية أيضا مرت وعبرت بهذه الصورة. شوف الرأسية كانت قوية جدا ولكنها مرت أيضا كرة ديني بورغيس. كرة الماضية للمدافع. هنا ما زالت المحاولة. الفارو دي أوليفيرا لكن أيضا ناتول أبانج يسقط ويسقط معاه أيضا والاس. هذا والاس للدخول في اللقطة الماضية والتصادم بهذه الصورة. هنا أيضا توجيهات من جانب المدرب فرهادي مجيدي. وفرهاد مجيدي نعم كرة بعد ذلك تصل. هنا في الجهة اليمنى لدينا كرة من والاس يلعبها أمامية بهذه الصورة الرائعة جدا ولكنها بطول على عبد العزيز حمد ووصلت لحارس المرمى. درويش محمد. جماهير ما زالت بالفعل تطالب. وصلت الكرة في الأمام. هنا المحاولة عن طريق محمد راشد الحمادي ولكن بعد ذلك الصادرة والخطأ لمصلحته في اللقطة الماضية. ديني بورغيس تترك الكرة في منتصف الملعب ترسل أمامية بهذه الصورة. عبد العزيز هيكل يلعب كرة رائعة جدا اصطدت بعد ذلك تحولت لرمي التماس. عمل كبير من عبد العزيز حمد في الخط الخلفي. سيد قران. هنا المحاولة. سيكو بابا. أحد أبرز لاعبي خط الوسط في البطايح يغيب بداعي الإصابة قبل المباراة وهنا كرة أيضا ما زالت خطيرة ما زالت خطيرة تلوح في الأفق لمصلحة البطايح وبالتالي حذاري في مثل هذه الكرات. محمد جمعة يحاول ولكن يخسر كرة الماضية تحولت ليناردو سباداسيو. تغطية رائعة من الفارو دي أوليفيرا. اليوم يغير طريقة اللعب نوعا ما سيد قران عن المباراة الماضية. لم يستفد من خدمات الفارو دي أوليفيرا في مباراة الوحدة على اعتبار أنه كان يستفيد من خدماته في وسط الملعب ولكن في هذه المباراة يلعب كراس حربة وعامل شغل وإزعاج كبير لمدافعي اتحاد كلبة. هنا كرة ترسل أمامية وصلت من جديد تلعب أمامية دانيال بيسا ولكن كرة تصل لحارس المرمى درويش محمد في اللقطة الماضية. السلامات أيضا في المقابل سقوط بيتروس بومال. بومال يعني الإصابات ربما وسوء الطالع فيها على مستوى نادي البطايح بعد كما ذكرنا غياب سيكو بابا لإصابته في التمرين وكذلك بولينو إصابته في التمرين لكن عودة إيدلسون بيرجس من الطرد
حمد البلوشي عدم جاهزيته بعد العودة من الإصابة، كذلك أيضا شكل عبء على السيد غوران. هنا كرة وبالخطأ أيضا قدم في أرضية الملعب، قام بالسلامة. هذا حارس المرمى أمامنا درويش محمد. ثمانية وعشرين سنة درويش، قادم من نادي الشارجة، بدأ مع نادي حتى في موسم 2016-2017. وهنا كرة خطيرة، جول، أوه كاد أن يخطفها، نعم بصورة ولا أروع. الفارو، الفارو دي أوليفيرا، شوف الفارو دي أوليفيرا في اللقطة الماضية، ولكن أيضا محمد سبيل وعدم التفاهم مع عيسى لوتي بشكل كبير تحولت إلى ركلة ركنية. الإنقاذ من محمد سبيل في اللحظة الأخيرة بعد أن اصطدت الكرة، بعد أن اصطدت الكرة. هنا لدينا محمد جمعة على التنفيذ، ترسل الركنية عالية والرأسية أيضا من محمد سبيل. أخطر، أخطر لغاية الآن بعد مرور 12 دقيقة البطايح. استلام بثقة، صناعة كرة من الخلف من الدفاع، مباشرة ترسل الآن كرة بالأمام بالطول. لغاية الآن لم نشاهد سلطان عادل ولا مادي قائدي كما هو مخطط، بأن نشاهد أيضا الحلول ونشاهد الإمكانيات، نشاهد المرور. شوف أيضا مادي قائدي يعود للوراء، كرة ما تصل، وبالتالي هنا بالفعل في الربع الأول من هذا الشوط ومن هذه المباراة بالتحديد نشاهد سيطرة واضحة للبطايح وخطورة واضحة كذلك. وهنا أيضا نقلات، دفاع ممتاز جدا في اللقطة الماضية من كايو إدواردو، بعد ذلك أيضا تعود إلى رمية جانبية لمصلحة نادي البطايح. وصلت هنا في الجهة اليمنى وميليكي، ميليكي، برافو برافو الهوتي، الهوتي ممتاز في الكرات الهوائية، حارس واعد وحارس يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، وبالتالي بالفعل يسيطر على كورته بخروج سليم جدا وتوقيت رائع جدا، وأيضا نشاط ولياقة رائعة جدا لهذا الحارس. هنا كرة ترسل أمامية وصلت عند حارس المرمى في المقابل، درويش محمد، كرة ما زالت قائمة. وصلت من جديد الكرة، خمسة وتسعين مباراة على مستوى دورينا في المباريات السابقة، 328 هدف. هذا حارس المرمى عيسى الهوتي، وكيف تصدى للكرة. هنا محاولة ما زالت قائمة، وقائدي، قائدي، ربما تأتي الكرة لقائدي، أوهو، حلوة الكرة الماضية، نعم توقعناها أن تصل لقائدي بهذه الصورة الرائعة جدا الجميلة وعلى الطائر، ولكن برافو برافو حارس المرمى درويش محمد. هنا بالفعل استعراض لمهارة وإمكانيات حراس المرمى في اختبارين حقيقيين، نعم لم الكرة وأنقذ فريقه بصورة ولا أروع، وبالتالي مهدي قائدي أتت كرة استغلها صورة بصورة رائعة. وهنا لدينا المحاولة ما زالت بالرأس، وصلت سهلة لحارس المرمى درويش محمد، برافو درويش، برافو عيسى لوتي. حراس المرمى يقومون بأدوار كبيرة في الربع ساعة الأولى،
وبالتالي تعامل وتفاعل مع الكرة بصورة احترافية كبيرة جدا وممتازة جدا، وبالتالي سيطر على كورته الماضية. برافو برافو جماهير اتحاد كلباء عشاق هذا النادي الكبير، والذي بالفعل أيضا خرج أسماء كبيرة جدا. وهنا لدينا كرة بعد ذلك تأتي استلام لحارس المرمى، برافو في اللقطة الماضية أيضا كانت عن طريق راشد مهير، لعب قلب دفاع مع محمد أحمد في المباراة الماضية، يلعب على الطرف في هذه المباراة دانيال بيسا ساقط على أرضية الملعب. هنا في المقابل ميليكي الكودوفواري، أداري ميليكي من البطاقات الصفراء، لديه ثلاث بطاقات لغاية الآن على مستوى بطولة الدوري. هنا الكرة ما زالت قائمة لغاية الآن، ولدينا محاولة مادي قائدي، لاعب مراوغ، لاعب سريع، لاعب مهاري، أها 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 الله 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 على الكرة الماضية، ولكن أيضا صافرة من جانب الحكم محمد الحمادي على كايو إدواردو. طبعا يساعد المساعد خميس فيروز، ولدينا مساعد ثاني عامر عبد الله حسن، بينما ايضا راشد عبيد محمد، نبيل الناظر، ونواف الزيودي، اسماعيل مصطفى حكم رابع، وحمد علي يوسف على مستوى البار. نعم رمية التماس، كرة ترسل لمصلحة اتحاد كلباء. 18 دقيقة بتعدي متابعينا الكرام، والاس يلعب كرة أمامية، تعود الكرة، وأيضا خروج حارس المرمى عيسى الهوتي، يرسل الكرة لخارج أرضية الملعب. مهدي قائدي كنت تتحدث عن 95 مباراة 328 هدفا بمعدل تهديف 3 أو 3. أوهو على الكرة التي اصطدت في العارضة، نعم في اللقطة الماضية، كرة بعد ذلك تعود من جديد، محاولة قائمة، وصلت هنا خطيرة، معدل تهديفي كبير 3.5، وبالتالي يبقى هداف العين واللاعب الذي غاب عن مباراة اليوم اللابة هو متصدر الهدافين ب 11 هدف هذه الكرة الماضية التي اصطدت في القائم. نعم باغتت مرمى عيسى الهوتي، ولكن أيضا مرت بسلام الكرة الماضية، كانت عن طريق محمد جمعة، لاعب ممتاز جدا محمد. من الأسماء القادمة أيضا بالانتدابات الحديث عن القادم من شباب الأهلي.
كذلك أيضا عبد العزيز هيكل من الأسماء القادمة، ومحمد الحمادي المنتدبة والتي بالفعل قدمت خدماتها السريعة للبطايح. بيتروس بومال تلقى البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. بيتروس البطاقة الصفراء الأولى التي يشرها الحكم محمد الحمادي، وبالتالي يرفع رصيد بطاقات الصفراء لأربع بطاقات على مستوى الموسم. بالمناسبة بيتروس بومال لديه هدف وحيد مع نادي البطايح، وهنا لدينا كرة ومحاولة في منطقة الجزاء، وأيضا الكرة لخارج أرضية الملعب. برافو حكم اللقاء السيد محمد الحمادي، كان قريبا للكرة الماضية وخلف الكرة، وبالتالي لم يكن هناك اعتراض لقرب مسافة حكم اللقاء. هذه الكرة الأخطر لغاية الآن في المباراة، بل في الواحد وعشرين دقيقة التي مضت. عيسى لوتي تلعب الكرة، وصلت خذوهات، لدينا كرة رائعة جدا تصل هنا في الجهة اليسرى. شوف سرعة عودة الدفاع من جانب نادي البطايح، وصلت قائد يلعب الكرة خطيرة، مرت بسلام. نعم دانيال بيسا كان قريبا ليناردو سباداكيو. هنا الكرة بتعود، مهدي قائد يلعب كرة، وصلت في الجهة اليسرى مباشرة من عبد العزيز، ورأسية وحارس المرمى بلمها بقدميه، بعد ذلك بينقطع الكرة الماضية درويش محمد بصورة ولا أروع. مزعج سلطان عادل، نعم في الكرات الماضية سلطان عادل بدأ الحراك، بدأ يقدم أيضا محاولات التسديدات، ثلاثة مقابل ثلاثة على مستوى الفريقين. لغاية الآن ينجح حراس المرمى في إبقاء شباكهما نظيفة، سواء درويش محمد حارس البطايح أو عيسى لوتي حارس مرمى اتحاد كلبة. وهنا لدينا كرة ألفارو دي أوليفيرا يخسر كرته الماضية، عادت للبطايح. بومال تصل الكرة، عبد العزيز هيكل في الجهة اليمنى، رائع محمد الحمادي بالخطأ لخارج أرضية الملعب. سيد قوران يوجه أداء جميل، أداء رائع، أداء متزن بين الفريقين في وسط الترتيب، ولكن لغاية الآن ما ينقص المباراة وقادم الوقت. هدف هدف من هنا أو هدف من هناك يقلب كل الموازين. كرة ترسل من دانيال بيسا بشكل جميل، ولكن بالطول الكرة الماضية على ليناردو اسباداك. ليناردو يبدو يلعب بقدمه اليسرى، وبالتالي طالت الكرة عليه. هنا جانب من الجماهير الحاضرة، جماهير اتحاد كلبة، صغار وكبار يتابعون وشباب. هنا كرة مدينة كلباء، المدينة الرائعة، المدينة الساحلية التي عرفت ببساطتها وجمال مناطقها.
كما يقال، ربما تستطيع أن تقضي فيها أجمل ويكند. هنا كرة تعود، هذا الملعب الذي يبعد أمتارا عن شواطئ كلباء الجميلة الساحرة حقيقة. هنا كرة بعد ذلك تعود لمصلحة اتحاد كلبة، بعد ذلك اصطدت وتحولت إلى ركلة ركنية. الركلة الركنية الأولى على يسار درويش محمد، بعد أن اصطدت الكرة في راشد مهير. مادي قائدي يلعب الكرة السريعة لدانيال بيسا، بيسا من جديد يلعب كرة يسارية ولكن بالطول لخارج أرضية الملعب الكرة الماضية. هذا دانيال بيسا، وهنا فراد مجيد، ربما يجري تغيير. فرهاد مجيدي دانيال بيسا الإيطالي الذي لغاية الآن لم يقدم حقيقة المستوى المطلوب منه في صناعة مثل هذه الكرات التي تشكل خطورة. هنا لدينا كرة بعد ذلك تصل بهذه الصورة، وصلت في الجهة اليمنى. لا، المباراة تحتاج لهدف، تحتاج لجول، لجول، ونحتاج لهدف في هذا اللقاء بالفعل من أجل إشعال المباراة. رمي التماس لمصلحة البطايح متابعينا الكرام. مباريات الجولة، وهنا كرة نعم، مباريات واستكمال هذه الجولة يوم الأحد بحول الله تعالى. ولكن هنا لدينا هجمة على مشارف منطقة الجزاء، ولكن الدفاع بيخلص هذه الكرة. الوحدة سيواجه الجزيرة على استاد النهيان بنادي الوحدة، بعد ذلك الوصل سيواجه الشارجة في مباراة كبيرة وقوية على استاد زعفين بنادي الوصل، بينما النصر وبنياس على استاد المكتوم بنادي النصر، عجمان والإمارات على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، بينما خورفكان وشباب الأهلي في مباراة أيضا ستقام على ملعب صقر بن محمد القاسمي هناك في خورفكان. هنا كرة ترسل أمامية، ويبقى بطبيعة الحال الوصل هو المتصدر من خلف العين، والعين الذي سيواجه النصر السعودي بالتوفيق لنادي العين في مباراته القادمة بحول الله تعالى في دوري أبطال آسيا ممثلا للوطن. والكرة تأتي هنا مادي قائدي، وأيضا لدينا كرة بعد ذلك. كرة قائمة وقادمة، وهنا محاولة مرور وتوغل، وصلت لأوليفيرا ولكنها ويل لخارج أرضية الملعب الكرة الماضية. نتمنى السلامة أيضا لخالد عيسى حارس مرمى العين الذي تعرض لكدمة بسيطة، وأن يكون الزعيم العيناوي على أتم الاستعداد بحول الله تعالى
لمواجهاته القادمة. والحديث كل الحديث الآن في المباراة التي ستقام يوم الاثنين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي. هنا كرة بتعود، محاولة ما زالت قائمة، ولكن أيضا الكرة حائرة طائرة بين الاثنان، وهنا صافرة وخطأ وبطاقة صفراء لراشد مهير على ما يبدو لي. هذه اللي قالوا لك بطاقة مجانية. نعم راشد مهير ما كان في داعي في وسط الميدان أو الملعب، لاعب ممتاز راشد، لاعب يمتلك حس دفاعي كبير جدا، وبالتالي ربما استعجل في أخذ قراره. معليش كرة تصل، هنا كرة عرضية موجودة، ولكن أيضا سلطان عادل طالت عليه الكرة الماضية. كرة ترسل للأمام، أكثر من نصف ساعة تعدي والنتيجة ما زالت سلبية. هنا بتصل الكرة من جديد، والمحاولة لدينا على مشارف منطقة الجزاء سلطان عادل ومهدي قائدي، مهدي إذا ما مر، والكرة إلى خارج أرضية الملعب من عبد العزيز هيكل. سلامات أيضا في اللقطة الماضية. سقوط واضح لأيضا اللاعب ديني أولسي. هذه البطاقة الصفراء، وهنا أيضا المحاولة والكرة يسارية. هذه اليسارية اللي وصلت الشاطئ. هنا راشد مهير وأديني بورغيس قام بالسلامة. محاولة ما زالت قائمة لغاية الآن. آخر لقاء جمع الفريقين بالمناسبة انتهى بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب خالد بن محمد. وقبل ذلك أيضا في كأس رئيس الدولة فاز البطايح على حساب اتحاد كلبة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 3-3. وقبلها مباراة في الدوري أيضا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. وبالتالي آخر فوز كان بين الفريقين في عام 2022 في شهر 9 بهدفين. البطايح فاز على حساب اتحاد كلبة على هذا الملعب. سجل لورينسو وأجواو نوفايس. ولكن أول لقاء كان في 2019 في كأس رئيس الدولة يوم فاز اتحاد كلبة بأربعة أهداف مقابل هدفين على حساب البطايح. هنا كرة بتعود للوراء، المحاولة ما زالت قائمة. وبالتالي تنجح الخطوط الخلفية وحراس المرمى في الحفاظ على الشباك. نظيفة لغاية الآن. دانيال بيسا، وصلت الكرة باتجاه لياندرو. لياندرو خذوهات مع مادي قائدي، مطالبة بخطأ على حساب بومال. هنا الكرة ما زالت قائمة أيضا وحاضرة من كايو إدواردو، ووصلت خطيرة، ولكن أيضا ما زال يحاول حبيب الفردان. حبيب الفردان كرته وصلت هنا
للجاتي اليسرى عن طريق دانيال بيسا. تغيير اتجاه اللاعب دانيال بيسا. الكرة لخارج أرضية في الملعب. الكرة في الماضية المخرج عاد الخطأ. لدينا أكثر من محاولات. دانيال بيسا عرقل من جانب أيمن راشد المهير وبالتالي تلقى بطاقة صفراء وكان القرار سليما. بينما هنا التمريرات الناجحة اتحاد كلب أكثر في المقابل. حقيقة الخطورة متبادلة بين الفريقين وفي المقابل ما زالت النتيجة سلبية بين الفريقين وبالتالي ربما النتيجة غير مرضية لا للجهازين الفنيين ولا كذلك لجماهير الناديين ولا لنا كمتابعين على مستوى هذه المباراة. في هناك رغبة كبيرة وجامعة حقيقة من أجل أن نشاهد هدف وتقدم وأيضا إثارة. ولكن هنا لدينا كرة ولدينا قتال رائع جدا من جانب اللاعب كايو إدواردو. ولكن أيضا انتهت الكرة من أمام سلطان عادل وبعد أيضا تواجد هذا المدافع الشرس دينا الذي بالفعل أبعد الكرة. أجلسون ألبرتو مونتيرو سانشيز بورخيس المدافع باسم المختصر ديني. هنا كرة وصلت المحاولة. يا سلام على المرور. الله 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 على هذا المرور. الله على هذا المرور. لو تكمل الكرة ما اكملت الكرة. اصطدت الكرة. اوهو محمد جمعة بالفعل مر وعبر وتجاوز وبعد ذلك كرته اصطدت في ولاس فورتونا. عمل كل شيء ولكن هكذا مادي خطير ممكن. جول 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 كلباوي. الله 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 كلباوي يتقدم. اتحاد كلب يتقدم. نعم إنهم فهود كلباء هنا على أرضهم وعلى ملعبهم يتقدمون بالهدف الأول عن طريق مهدي قائدي قائد الهجوم. يا عيني على هذه الكرة الرائعة التي استلمها هذا الفنان هذا الرسام. شوف 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 وضعها حط يا عيني. الله 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 فنان مع مرتبة الشرف في اللقطة الماضية. شوف الكرة وضعها باحترافية بمهارة بأناقة بجمالية بكرة رائعة جدا لا تخطأ أمام هذا اللاعب على الإطلاق. يا عيني. الله 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 على الكلباوية يسجلون على اتحاد كلبة يتقدمون بالكرة الجميلة عن طريق هذا اللاعب مادي قائدي. شوف الكرة التي أدرها محمد جمعة عاقبه عليها مادي قائدي والعقاب شديد. هذا ما كنا ننتظره أن نشاهد هدف من هنا أو هدف من هناك من أجل إشعال المباراة من أجل إشعال الرغبة الكبيرة جدا وكسر الحاجز وبالتالي بالفعل لا يلام درويش محمد حارس المرمى على هذا الهدف الذي سجل وبالتالي انفراد صريح جدا من جانب مادي قائدي الذي بالفعل يملك إمكانيات جميلة ولاعب عرف من أين تؤكل الكتف وعرف أن يكمل بيت القصيد وبالتالي يسجل هدف جميل جدا. شوف استلامه وكنترول رائع جدا ولدينا خطأ لمصلحة عبد العزيز هيكل. كرة تعود مع
زالت أيضا الكرة الوراء. ولدينا محاولة ولكن لدينا في المقابل عيسى الهوتي. حارس المرمى. وكذلك أيضا رابطة مشجعي اتحاد كلبة التي بالفعل لم تهدأ على الإطلاق حتى تقدم فريقها، وبالتالي هنا بالفعل جماهير تؤازر، وثلاث نقاط مهمة للغاية على مستوى نادي اتحاد كلبة الذي يملك أيضا الأدوات من أجل تقديم مباراة إيجابية في كل لقاءاته. نتذكر جميعا مباراة التي خسرها أمام العين بهدفين نظيفين، ولكن قدم مباراة كبيرة أمام الشارجة خسر 1-0، ولكن كذلك قدم مباراة جميلة جدا فنية. وبالتالي اتحاد كلبة الذي بعد هذه المباراة أمام مباراة أيضا ضمن بطولة كأس المحترفين ستكون كذلك أمام العين. هنا كرة تعود في الجهة اليسرى، عادت للوراء لغاية الآن الأصفر أخطر. هنا الكرة ما زالت قائمة. الكرة ما زالت هنا الكرة ما زالت قائمة. إذن تقدم النمور بهدف نمور كلباء، وهنا لدينا محاولة والبحث عن هدف الثاني، ولكن من الجهة اليسرى مادي قائدي يحاول أن يبحث عن المساندة ولكن يتأخر في كرته، لم تخرج بكامل محيطها الكرة في اللقطة الماضية. وأيضا ما زالت هنا حاضرة، لدينا كرة خطيرة دانيال بيسا، ودانيال ما زالت خذوا هات، وبعد ذلك أيضا الكرة بتبعد، وهنا لدينا لخارج أرضية الملعب عمل كبير من هذا المدافع الذي بالفعل ديني بورغيس الذي يستميت على كل الكرات، يلعب في آخر دقيقة لاستحواذ واضح 59-41 لمصلحة وهودي كلباء. أو نمور كلباء عفوا، يبقى الفهود لقب الوصلاوية والوصل الذي بالفعل يتربع على عرش الدوري وبفارق كبير جدا. الوصل الذي بدأ الأصفر خطيرا في هذا الموسم وبدأ كبيرا، ولد في هذا الموسم نعم كأخطر الأندية في دورينا، والذي بالفعل لا يرحم على الإطلاق، يلعب كل مباراة بهدف الثلاث نقاط من أجلها بالفعل يقاتلون. ولكن هنا المحاولة ما زالت قائمة لغاية الآن، تبعد الكرة بهذه الصورة، وبالتالي 36 نقطة. تخيل الإمارات بخمس نقاط في الترتيب الرابع عشر، يعني بفارق 31 نقطة عن نادي الوصل المتصدر لدورينا. رمي التماس
وفي طبيعة الحال ليس من المستغرب أن تجد فريق يعود لمكان الطبيعي كنادي الوصل وهو في صدارة الدوري، وليس من المستغرب أن تجد كذلك أيضا العين مطاردا بقوة ومطارد شرس كذلك لنادي الوصل رغم مشاركاته الخارجية ودولية. وجول، جول، الله على التعادل الذي أتى برأسية رائعة جدا. أناتوليا بانج نعم يسجل في مرمى اتحادي كلبا وفي مرمى عيسى الهوتي بصورة رائعة جدا. عجز الدفاع عن إيقافه لأنه تطاول للكرة أنتوني بيرترين. نعم في اللقطة الماضية يا عيني على الارتقاء، عطم الإعادة، ففي الإعادة فنون، ففي الإعادة فائدة وفوائد كبيرة. شوف 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 الكرة التي أتت ارتقى لها وبعد ذلك مباشرة في المرمى. بالفعل لم يفصله من نقطة الصفر مع الحارس عيسى الهوتي، وبالتالي في المرمى في كبد المرمى هدف التعادل يأتي لمصلحة البطائح. 1-1 هكذا يا سيدات والسادة مشاهدين بهدف رائع جدا سجل اللاعب مادي قائدي بعد ما وبعد ذلك التعادل في الدقيقة الأخيرة من أناتولي أبانج للبطايح، والنتيجة الإيجابية كانت حاضرة. هنا كرة ترسل للجهة اليمنى ومحاولة الانطلاقة بهذه الصورة عرضية بنفس سيناريو البداية. بالفعل تأتي الكرة عن طريق محمد الحمادي، بعد ذلك بنفس السيناريو ولاس فورتونا الذي أخرج الكرة لخارج أرضية الملعب، وفي المقابل لدينا كذلك أيضا عبد العزيز هيكل الذي يعتبر بالفعل أحد ركائز الدفاع لنادي البطائح. هنا صاحب الكرات الخطيرة دائما وأبدا أيضا الكرة ترسل أمامية من ركلة الركنية تعود من بومال، ولكن على ما يبدو لي راية موجودة، الراية كانت حاضرة من المساعد الثاني في اللقطة الماضية، والحديث عن السيد عامر عبد الله حسن. إذا بالفعل لا تغييرات للسيد فراد مجيدي، لا تبديلات للسيد أيضا غوران، بينما سلامات لعبد العزيز. سقط على أرضية الملعب، قام بالسلامة، وصلت الكرة عن طريق محمد سبيل مباشرة لحبيب الفردان. حبيب الفردان الذي يعتبر أيضا من الجيل الرائع للمنتخب الإماراتي الذي بدأ مع نادي النصر ثم لعب لشباب الأهلي ثم عاد للنصر، بعد ذلك أيضا يلعب في نادي اتحاد كلبا، محافظ على إمكانياته. سلامات في اللقطة الماضية، وأيضا ارتقاء مثل هذه الكرات صعبة وخطيرة على اللاعب الذي يرتقي في الهواء ثم يسقط، ولكن مرت سليمة. وهنا أيضا لدينا حكم المباراة السيد أيضا نواف الزيودي الذي بالفعل ذهب من أجل أيضا إنذار شبهي لعبد العزيز الحنحن. كرة تعود لمصلحة البطايح ترسل في الجهة اليمنى، هنا ما زالت الكرة قائمة بعد ذلك في أقصى اليمين بالرأس في اللقطة الماضية. استلام حاضر جدا من محمد جمعة، لاعب مهاري، نعم كرة خطيرة ولكنها عرضية لم تكن هي المطلوبة للمهاجمين، وبالتالي تحولت لمصلحة فرقة نمور كلباء، ثم أيضا فقدوا الكرة، عادت لمصلحة البطايح.
البطايح رغم الاستحواذ نسبيا، وكما جاء كذلك على لسان الاستوديو التحليلي المميز في قنوات أبو ظبي الرياضية بأن اتحاد كلبة نسبيا أكثر استحواذا، ولكن التكافؤ في الفرص كان حاضرا. بطبيعة الحال هنا كرة تأتي في الجهة اليمنى، خمس دقائق بتمر سريعة مع بداية الشوط الثاني. شوف تأثير الأهداف التي أتت، انعكست بطبيعة الحال على أيضا أداء اللاعبين، رغم أننا عدنا إلى نقطة الصفر بالنسبة للمباراة. نعم النقاط هي النقاط، نقطة نقطة، سواء تعادل سلبي أم تعادل إيجابي. وبالتالي الكلمة التي قالها الكابتن حسن إبراهيم في الاستوديو التحليلي بأن اتحاد كلبة لا يرغب بأن يستمر بصفة يلعب ولا يكسب، يلعب ولا يكسب. أن تلعب شيء جميل، أن تقدم مباراة فنية شيء رائع، ولكن أن لا تكسب فالنهاية تكون بالنقاط، والنقاط حصيلة أهداف قد تفوقت عليها على من يكون خصمك. وبالتالي هي طبيعة الحال الثلاث نقاط الأهم، يعني أن خمسة مباريات وأنت لا تفوز، وبالتالي تهدر فرص كبيرة. 13 نقطة من 42 نقطة على مستوى المباريات نعم الماضية لاتحاد كلبة. وبالتالي فريق بحجم اتحاد كلبة فريق بالفعل لديه النسق، لديه تفاهم كبير، ترابط في الخطوط، لديه لعب جماعي، لديه إمكانيات فردية، إمكانيات جماعية، كل الأدوات متوفرة. ولكنه لا يخرج بالنتيجة الإيجابية، هذا هو المطلب للجماهير العاشقة والمتابعة لنادي اتحاد كلبة. هنا كرة ترسل أمامية ولدينا استلام رائع جدا، وبالتالي تعود الكرة لعيسى لوتي. عيسى كورتك يا عيسى خطيرة خطيرة خطيرة، يتدخل في اللحظة الأخيرة كايو إدواردو. كايو تدخل في آخر لحظة في اللقطة الماضية من أمام الفارو دي أوليفيرا. شوف الكرة التي أتت عن طريق أيضا عيسى لوتي لمحمد سبيل، كانت بالفعل قصيرة الكرة الماضية، وحاول استغلالها الفارو دي أوليفيرا والتسديد واصطياد المرمى من بعيد، ولكن التدخل أتى في آخر لحظة من كايو إدواردو. الركنيات 3-4. أناتولي خطير في الارتقاء، ولدينا كذلك أيضا في المقابل لعب ديني بورغيس. ديني بورغيس وكلاهما في المقدمة، أناتولي أبانجي. وهنا لدينا كرة ورأسية والمحاولة ما زالت وخطيرة، ولكن وين محمد أحمد قائد خط الدفاع؟ بالفعل أرسل كرة قوية لخارج أرضية الملعب بعد أن هيت من اللاعب محمد الحمادي. أو هذا محمد جمعة، وهنا كرة بتعود، يخسر الكرة في المرة الأولى أوليفيرا، ثم تعود له من جديد، ولكن أيضا البينية كانت طويلة على محمد الحمادي يا أوليفيرا، وبالتالي تحولت لخارج أرضية الملعب.
هنا كرة ترسل من حارس المرمى درويش محمد. خطأ على حساب بومال. ابتسامة جميلة من هذا اللاعب بومال، لاعب مهاري في وسط الملعب، اللاعب الكاميروني. قادم من الدوري المجري قبل أن يحط الرحال مع الفطايح. هنا كرة بعد ذلك أيضا فيها سقوط وصافرة وخطأ. حديث أيضا مع أحد الفنيين. جانب حكم اللقاء سيد نواف أزيودي. الخطأ الذي احتسب قبل قليل كذلك أيضا. وهنا لدينا المحاولة بترسل، كان على حساب أورليش ميليكي. لمصلحة حبيب الفردان. هنا كرة ترسل الأمام بالرأس. يا سلام على الخذ والهات. لدينا كرة ساقطة ممتازة، ولكن أيضا الدفاع يبعد الكرة الماضية. 1-1 ما زالت هي النتيجة. هناك تغيير بدخول جوستافو، سيكون بديلا لليناردو باداسيك. نعم، جوستافو سيلفا دي أوليفيرا، اللاعب لاعب وسط القادم من شباب الأهلي. لغاية الآن لديه هدف مع نادي اتحاد كلبة في هذا الموسم. جوستافو إذا تعزيز الخط الأمامي بالنسبة لفرهاد مجيدي ولأيضا نمور كلبة. كرة بعد ذلك تعود، محاولة عادت مباشرة لحارس المرمى عيسى لوتي. محمد سبيل، الفردان حبيب، محمد سبيل أيضا حبيب الفردان يرسل كرة أمامية بشكل رائع. الكرة تصل ولكن أيضا سالم راشد وخطأ. شوف اللقطة الماضية، حاولت استلام الكرة من سالم راشد ولكن دخول قوي من الفارو دي أوليفيرا. هنا أيضا احتياطي اتحاد كلبة يجرون الإحماء، وبالتالي لدينا مادي قائد خلف هذه الكرة. يلعب كرة أمامية بالرأس، بومال يعود بهذه الكرة، ولدينا محاولة الانطلاق السريع ولكن أيضا بصورة دفاعية جميلة. تلعب الكرة وترسل من جانب كايو إدواردو بمبدأ السلام لرمية تماس. البطايح عند راشد مهير. يا السلام على الكرة الرائعة من أيضا محمد جمعة. بعد ذلك تعود للوراء، وصلت لبومال. هنا بالخطأ الدفاع يتدخل. ميليكي يلعب كرة في الجهة اليمنى. بومال من جديد، تغيير اتجاه اللعب.
راشد المهير لأيضا أوليفيرا، أوليفيرا باتجاه ديني بوغريس، بوغريس بينية رائعة جدا هذه الكرة، ولكن أيضا اصطدت. هل هناك لمسة يد؟ بعد ذلك الكرة بالرأس في الجهة اليمنى، حبيب الفردان يلعب له كرة، ولكن أيضا الدفاع بيخلص الكرة. سلامات، لاعب سقط على أرضية الملعب. دخول قوي كان في اللقطة الماضية على حساب سالم راشد. السلامة لسالم راشد. إذن النتيجة ما زالت 1-1، وبالتالي نلعب في آخر نصف ساعة. متابعينا الكرام، أيها السيدات والسادة، مشاهدينا في كل مكان عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، هذا الهدف الأول الذي سجل عن طريق اللاعب مادي قائدي بصورة ولا أروع، لم الدفاع ثم بعد ذلك ركل الكرة على يسار حارس المرمى درويش محمد مسجلا الهدف الأول. مادي قائد 18 تمريرة، تسديدتين. رابطة المحترفين التي بالفعل تقوم بعمل إحصائيات لكل شاردة وواردة كما يقال. هنا كرة، تصل في الجهة اليسرى، محاولة مرور من بومال وعلى ما يبدو لي خطأ، وبطاقة صفراء نعم لحبيب الفردان. تلعب الكرة سريعة هنا لمصلحة البطايح في الجهة اليمنى، لعب كرة عرضية موجودة ولكن أيضا سهلة لحارس المرمى عيسى الهوتي من اللقطة الماضية. بطاقة صفراء توجه لأيضا حبيب الفردان، ثلاث بطاقات لغاية الآن يشيرها حكم اللقاء نواف الزيودي في هذه المباراة. راشد مهير وبيتريس بومال من البطايح، وحبيب الفردان من أيضا اتحاد كلباء، خروج سلطان عادل، وفي المقابل أيضا الله 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 على أيامك الجميلة والرائعة جدا فرهاد مجيد. هنا كرة تعود بعد ذلك ومحاولة مرور خطير، ذا مر خطير، ذا مر، جول 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 جول، ثاني الأهداف أناتول أبانك. نعم ثاني الأهداف يأتي من نفس اللاعب، هنا بالفعل البطايح يتقدم وبالتالي يقلب النتيجة، وبالتالي هدف رائع جدا عن طريق أناتول أبانك
نعم يسجل هدف في غاية الروعة. عجز ولاس من أن يوقف خطورة هذا اللاعب، وعجز قبل ذلك محمد سبيل. إنه لاعب خطير عندما تأتي الكرة له. شوف تجاوز محمد سبيل بعد ذلك ولاس، وبالتالي الكرة في المرمى على يسار حارس المرمى عيسى لوتي، يتقدم ويقلب الطاولة هنا على اتحاد كلبا. الله 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 على هذا الهدف الجميل. إنه مقاتل من الطراز الكبير في هذه المباراة وفي هذه اللقطة، يقدم بالفعل صورة المقاتل الحقيقي من أجل تسجيل هدف، وبالتالي هدفين مقابل هدف. وهنا أقول وأخشى عليك من مقولة يلعب ولا يكسب يا اتحاد كلبا، يلعب ولا يكسب اتحاد كلبا. نعم مقولة قد أطلقت على المباريات الخمس الماضية بدون انتصار، وهنا الآن يذهب للمباراة السادسة بعد أن كان متقدما بهدف، يعدل النتيجة البطايح. ومن نفس اللاعب أناتول يأتي بالهدف الثاني ويقلب الطاولة على اتحاد كلبا ويسجل هدفين في غاية الروعة لغايتنا. ما هو سهل البطايح أبدا، فريق يستطيع أن يقدم كل شيء كل شيء. وهنا كرة عرضية موجودة وحارس المرمى بعد ذلك. إذن النمور لغاية الآن بالفعل يعانون، النمور لغاية الآن يعانون كثيرا ويواصلون المعاناة في أن يتقدمون وأن يسجلون، وبالتالي لدينا صادرة ولدينا خطأ ولدينا في المقابل أيضا سقوط. ولكن هناك تقدم في غاية الروعة. هنا 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 المقاتل أناتول، الرجل الذي بالفعل سجل الهدف الأول بهذه الطريقة بهذه الكيفية وبهذا الأسلوب الرائع، وبالتالي اللاعب الذي يرفع رصيده لخمسة أهداف مع نادي البطايح في هذا الموسم، خمسة أهداف له بالفعل مع نادي البطايح في هذا الموسم. شوف مدافعين قلبي الدفاع استطاع أن يمر من خلالهما، وبعد ذلك يركي الكرة يواجه فيها عيسى لوتي. عيسى ليس بمسؤول عن الهدفين الذي سجلهما هذا اللاعب بهذه الصورة الكبيرة والقوية والجميلة. سلامات. لعبد العزيز هيكل قدم مباراة كبيرة أيضا. هنا حديث أيضا مع حكم المباراة نواف الزيودي. في المقابل لدينا تغيير قادم كما نشاهد، وهناك تعليمات أيضا قادمة. عبد الله النقبي يستعد للمشاركة بالسلامة الذي للاعب الذي ترك أرضية الملعب عبد العزيز حسن هيكل، الذي أيضا هو الآخر قدم مباراة كبيرة وبعد ذلك سقط في الكرة الماضية. كرة بعد ذلك تعود هنا لهذا اللاعب الخطير أوليفيرا. أوليفيرا هل من عرضية قادمة؟ كرة للخلف ولكن أيضا تصل في المقابل لكايو، كايو إدواردو. أمام اتحاد كلبا مباراة كبيرة في كأس المصرف،
وإياب نصف النهائي أمام العين، وبعد ذلك سيواجه الجزيرة في المباراة التي تليها، وبالتالي ستكون في الدوري ستكون المهمة صعبة جدا. وهنا لدينا كرة عرضية وخطيرة ولكنها بتمر الكرة الماضية وبتعبر بعد ذلك. شوف الكرة التي بالفعل أتت باتجاه أندرس فون بيرجر، حاول فيها إذن خروج ناتولي باين بعد أن سجل هدفين، ودخول عبد الله النقبي هدفين جميلين رائعين. هذا في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول سجل هذا الهدف الرائع، بعد ذلك سجل الهدف الثاني بصورة ولا أروع ولا أجمل في الدقيقة 63 من عمر هذه المباراة. عبد الله النقبي كذلك، دخول علي محمد بديلا لهيكل عبد الله النقبي، موسم الثاني مع البطايح، قادم من خور فكان، لعب للظفر وشباب الاهلي او التحق بهما، 24 سنه. دخول علي محمد الضنحاني كذلك بديلا لعبد العزيز هيكل، وصلت الكره للفردان حبيب، تلعب الكره من جديد عن طريق كايو ادواردو في الجهه اليسرى، قائدي امور من الاول، يمرر بشكل جميل وخطير الكره، ما زالت دانيال بيسا يحافظ على كورته، عرضيه موجوده وبالتالي الدفاع اقرب لهذه الكره، والمحاوله ما زالت ايضا قائمه. تأخر في التمرير في اللقطة الماضية جوستافو، يجب على اتحاد كلب اختصار الهجمات. وهنا لدينا كرة جوستافو ولدينا ربما عرضية موجودة، صدت وتحولت الكرة بشكل جميل، عرضية من سالم راشد، ولكن برافو أيضا في اللقطة الماضية، سلامات راشد مهير الذي تصدى للكرة وبعد ذلك تحولت لخارج أرضية الملعب. حكم اللقاء يطمئن على اللاعب نواف، الحكم نواف الزيودي. في المقابل لدينا أيضا استعداد للمشاركة من جانب أحمد عامر النقبي، وخروج حبيب الفردان. حبيب الفردان هو من يغادر، ودخول أحمد عامر النقبي، كرة ترسل للأمام الآن ورأسية من جانب الدفاع، وصلت باتجاه أيضا قائدي، يلعب لك كرة عرضية بالرأس من بومال، تعود الكرة ما زالت وخطيرة في المرمى، أوهو على الكرة الماضية، برافو الدفاع، ديني بورغيس استماتة جميلة جدا وإبعاد الكرة. إذا بالفعل اتحاد كلبة يواصلون ويهاجمون ويلعبون من أجل البحث عن هدف التعادل والعودة للمباراة. شوف الكرة، هناك صافرة وخطأ لمصلحة ديني بورغيس، الذي تصدى لهذه الكرة القوية جدا. شوف قراءة سليمة للكرة الماضية، وهنا كذلك أيضا الارتقاء في أكثر من مناسبة، يعتبر صمام الأمام لنادي البطايح، يحافظ على ما فعله وما صنعه اللاعب الذي ترك أرضية الملعب أناطول أبانج. دانيال بيسا هذا اللاعب
الذي سجل هدفين لغاية الآن في لمصلحة النادي. وهنا كرة وتأتي في الجهة اليمنى من محمد الحمادي، سقوط، وهنا لدينا محاولة عرضية خطيرة، ولكن أيضا حارس المرمى كرة بتعود. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، وهنا لدينا أيضا كرة رائعة جدا. في وسط الميدان هناك أيضا رابطة وإدارة مكتب الجماهير للزعيم العيناوي ترحب بجماهير النصر في ملعبهم وبين أشقائهم في موطن كرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا الدار دارهم، وبالتالي مرحب بالأشقاء وجماهير النصر السعودي في مواجهة نادي العين الزعيم العيناوي، وبالتالي كل الأمور ستكون متاحة وكل التسهيلات للأشقاء من أجل أيضا مباراة ترتقي بعلاقة وبمكانة الناديين الكبيرين سواء النصر السعودي العالمي أو العين الزعيم الإماراتي في مواجهة ستكون أحد قمم الكرة الآسيوية. هنا لدينا صابرة ولدينا خطأ، ولدينا في المقابل اللاعب أناتو. الذي عانى من إصابة على ما يبدو لي خفيفة في الضامة. ذهب للمدرب وقال بأنني أشعر بألم معي، وهنا خطيرة، ولكن برافو حارس المرمى، برافو حارس المرمى عيسى الهوتي. نعم عيسى الهوتي في مكان سليم وارتقاء، حافظ على كرته. عبد الله النقبي كان صاحب المحاولة. كرة وصلت في اليسار، هنا محاولة أيضا لعب الكرة اليسارية. سبعة وسبعين دقيقة مرت وعدت، والتفوق لمصلحة البطايح لغاية الآن. الأمور كالباء بعد أن كانوا قد تفوقوا وتقدموا في الدقائق أيضا أو في منتصف الشوط الأول بهدف قائدي. عاد البطايح في آخر دقيقة من الوقت الأصلي، وهنا لدينا محاولة ولدينا كرة وتسديدة، ولكنها وين لخارج أرضية الملعب، الكرة الماضية من جوستافو. وبعد التعادل أتى بهدف آخر أناتولي أباي. هذا جوستافو وهذه التسديدة. هنا ركلة مرمى ترسل الكرة للأمام. محاولة ما زالت قائمة. الدوران على الكرة بشكل جميل جدا.
من جانب كايو ادواردو. كايو يلعب كرة ممتازة جدا في الاستلام هنا، وغوستافو على الكرة الماضية، نعم تسديده عن طريق مهدي قائدي، وهنا القائد الآخر محمد أحمد الذي أبعد الكرة بالكعب تأتي، والمحاولة من غوستافو، ثم أيضا معك أيضا إدواردو غوستافو يمرر بشكل جميل وفي منطقة الجزاء، ولدينا كرة ولدينا محاولة ولدينا بعد ذلك تبعد الكرة، إن كان لك خطأ سيأتيك، وبالتالي الكرة بتعود، مطالبة على ما يبدو لي بخطأ. أو بركلة الجزاء، ولكن حكم اللقاء أمر بالاستمرارية. هنا وصلت الكرة لمصلحة البطايح، خطير البطايح، خطير البطايح أمام المرمى دائما، قليل وصوله ولكن خطير، عندما يصلون يصلون بخطورة كبيرة جدا. هذا والبطايح يفتقد بطبيعة الحال لأيضا سيكو بابا وباولينو بعد إصابتهما في التمرين. هنا أيضا الكرة سنشاهد سليم، سليم، قرار سليم، قرار سليم من حكم الساحة نواف الزيودي، ولدينا ربما تغييرين قادمين. نعم خروج محمد جمعة، قدم مباراة كبيرة محمد جمعة، ولدينا أيضا في المقابل أحمد سليمان وإسماعيل الزعابي. محمد راشد أو محمد الحمادي، نعم كذلك يغادر أرضية الملعب. هذا إسماعيل عمر، إسماعيل الزعابي، إذن البطايح بطبيعة الحال يجري تغييرات بدخول أسماء أحمد سليمان، لاعب خرفكان والفجيرة سابقا، وهنا أيضا لدينا الكرة بعد ذلك تعود، والمحاولة لمصلحة اتحاد كلباء. إسماعيل الزعابي لعب للوحدة وترعرع مع نادي الوحدة ثم بعد ذلك الظفرة، وانتقل البطايح، وهنا لدينا كرة تصل سهلة لحارس المرمى درويش محمد. لا جديد لغاية الآن من جانب اتحاد كلبة. هناك أيضا كما نشاهد أحمد خليل، ولكن فريق بالفعل متقدم بهدفين مقابل هدف، المحاولات ما زالت موجودة، ولدينا أيضا في المقابل غوستافو، ومطالبة بخطأ، غوستافو ما زال ساقطا على أرضية الملعب، كرة اصطد ثم بعد ذلك تعود لمصلحة البطايح. اختصار الكرة بهذه الصورة، تصل محاولة في الجهة اليسرى، أحمد سليمان يلعب كرة عرضية ولكن أيضا بالرأس، سقوط حارس المرمى عيسى الهوتي الذي أبعد الكرة الماضية. دانيال بيسا آخر 7 دقائق من عمر الوقت الأصلي، متابعين الكرام مشاهدينا عبر قنوات أبوظبي الرياضية،
وهنا من مدينة كلباء درة الشرق، ولدينا كرة بعد ذلك أيضا استلام من بومال، ثم يبعد الكرة عبد العزيز الحمحمي، يلعب كرة أمامية بالرأس سهلة وصلت عند حارس المرمى. درويش محمد هنا في المقابل ومن أمام درويش لدينا ديني بورغيس. كرة اللعب أمامية، كرة ترسل التمريرات لاتحاد كلبة، 226 مقابل 123 للبطايح. دخول لغاية الآن اللاعب أندريس فومبرغار بالفعل لم يقدم الكثير في خط المقدمة لاتحاد كلباء، وهذا الرجل يسجل انتصار رغم حداثة علاقته بالبطايح، بينما هنا الرجل الذي عادت الثقة وجددت الثقة بإدارة اتحاد كلباء يسير في خسارة السادسة مع النمور أو عدم الفوز، ربما يتعادل ربما، ولكن الفوز الثلاث نقاط الذي تحدث عنها سيد فراد مجيدي، وبالتالي هنا كرة تعود في الجهة اليمنى، ما زالت المحاولة قائمة. غوستافو يحاول المرور ولكن تأخر، أوليفيرا يخطف هذه الكرة، وهنا لدينا أيضا كرة يتأخر فيها دخول، ما زالت الكرة مبدأ إتاحة الفرصة، وصلت لأيضا قائدي يمر يتلاعب يحاول يمرر، ثم تنتهي الكرة دائما وابدا مع ديني بورغيس. وصلت الكرة سريعة، محاولة بالجهة اليمنى عن طريق كايو إدواردو بصورة ذكية من كايو إدواردو. غوستافو تلعب هذه الكرة، دانيال بيسا مع بومال، تعود لكايو للوراء، محاولة ما زالت قائمة لمصلحة اتحاد كلباء. تلعب هذه الكرة خطيرة، ما زالت ترسل في الأمام، تعود من جانب الدفاع، آخر ثلاث دقائق، بطاقة صفراء هنا توجه أيضا لعبد الله النقبي. برافو حكم اللقاء، لم ينسى سقوط سالم راشد ومبدأ إتاحة الفرصة، بعد ذلك عاد لعبد الله عبد الرحمن النقبي ووجه له بطاقة صفراء. هنا الكرة ما زالت قائمة متابعينا الكرام، وصلت من جديد، بومال تغير اتجاه اللعب، أحمد سليمان يقف على كورته أيضا ويلم الكرة الماضية بشكل رائع جدا، وهنا لدينا تسديدة أرضية تحولت لخارج أرضية الملعب. إسماعيل الزعابي مرر الكرة، وهنا
هنا أيضا ميلي سدد الكرة بهذه الصورة. الاستحواذ 61 مقابل 39، وهكذا عندما تشاهد تتذكر كلمة يلعب ولا يكسب. والمشجع صديقي المشجع الكلباوي يتمنى أن تتغير الأمور وتتبدل الأحوال لهذا النادي الذي كما ذكرت بالفعل يعاني من جانب أيضا عملية الفوز وإدارة النقاط، معاناة مع إدارة النقاط. وهنا كرة رغم ما يقدمه فنيا ورغم ما يقدمه من كل النواحي، شوف هنا بالفعل تضيع الكرة وتأتي الفرصة من جديد، ولكن أيضا المحاولة في آخر دقيقة من الوقت الأصلي لأحداث هذا اللقاء. هنا الكرة ما زالت في الجهة اليسرى، وصلت عن طريق مهدي قائدي، كرة أيضا فيها دوران جميل جدا، وكرة تأتي عرضية. سنشاهد الآن إن كان هناك عرضية موجودة. وصلت عند ولاس فورتونا، براس تتخلص كايو إدواردو، كايو هنا تصل الكرة من جديد، عرضية موجودة بالرأس، مرت 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 الكرة لخارج أرضية الملعب. الوقت الأصلي انتهى ونلعب على الوقت المقدر من جانب حكم اللقاء سيد نواف السيودي. هذه الفرصة الأخيرة، وعلى ما يبدو لي الشوط الثاني في توقفات عديدة، 5 دقائق نعم وقت بدل ضايع. هنا اللاعب الذي سيشارك الآن عبد الله الرفاعي. الرفاعي لعب للوحدة وخرفكان والظفرة قبل أن يحط الرحال مع البطائع. إذا خروج الفارو دي أوليفيرا ودخول لاعب عبد الله الرفاعي. كرة بتصل مباشرة لمصلحة اتحاد كلبا بالرأس من الرفاعي، عادت بشكل جميل جدا عن طريق أيضا أوليريش، وصلت لإسماعيل الزعابي ثم هنا في منطقة الجزاء بيلمها بشكل جميل جدا أحمد سليمان. أحمد سليمان ما زال محافظا على كورته. يا سلام، وصلت الكرة للزعابي إسماعيل بومال. أوه على بومال وكراته الرائعة جدا، بيتروس بومال يسارية قوية ولكنها بتمر لخارج أرضية الملعب. كاد أن يضيف الهدف الثالث ويعمق الجراح، ولكن الآن تسير الأمور هكذا. الكرة بعد ذلك تعود، البطايح سيرفع رصيده ل19 نقطة، وبالتالي سيحل خلف الجزيرة الذي يملك 20 نقطة قبل أن يلعب مباراته بطبيعة الحال القادمة. وهنا لدينا كرة الجزيرة، وسيبقى اتحاد كلباء عند 13 نقطة إلا لو كانت له كلمة قبل صافرة حكم اللقاء. فدائما كرة القدم لا تؤمن بالفرضيات،
وإنما صافرة حكم اللقاء هي الفيصل لكل النتائج. وهنا لدينا كرة ومحاولة ما زالت قائمة لغاية الآن متابعينا الكرام. كايو إدواردو يلعب كرة مباشرة عن طريق دانيال بيسا. بيسا يا بيسا لمادي قائدي يمر ويعدي من الثاني والثالث ويمرر، ولدينا أيضا سقوط وبالتالي مطالبة بخطأ. وهنا أيضا الكرة ما زالت قائمة. وصلت الكرة أمامية. في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع، والمقدر بخمس دقائق من حكم اللقاء السيد نواف الزيودي. هنا كرة ما زالت قائمة وخطيرة أيضا، وبالتالي لدينا خطأ في آخر لحظة وفي آخر دقيقة وفي آخر محاولة لمصلحة اتحاد كلباء. ودانيال بيسا يسقط هنا وخطأ بالفعل في المكان الذي يسهل التسديد من خلاله. شوف دانيال بيسا هنا أيضا. سقوط مهدي قبل أو بعد الكرة، بينما قرار حكم اللقاء بوجود خطأ في هذه الأثناء لمصلحة اتحاد كلباء. ودرويش محمد في مرمى، وآخر فرصة مشاهدينا الكرام أحبتي متابعي أبو ظبي الرياضية. هنا الحديث هل سينقض الموقف وعلى أقل تقدير يخرج بنقطة اتحاد كلبة ثمينة جدا من أمام البطايح، أم تكون الهجمة التي تعلن فوز البطايح أو الكرة عفوا التي تعلن فوز البطايح. سنشاهد الآن، وعلى ما يبدو لي قرار من جانب حكم اللقاء وبطاقة نعم صفراء توجه في هذه الأثناء. بطاقة صفراء توجه لسالم راشد. هذه الدفعة التي تلقى على أثرها بطاقة صفراء اللاعب سالم راشد. وهنا لدينا أيضا الفرصة متابعينا الكرام خلف الكرة. هنا تسديد مادي قائدي في الشباك الخارجية. نعم الكرة اصطدت خارج القائم الخارجي، وبالتالي ذهبت الفرصة إدراج الرياح. وهنا على ما يبدو لي لم يبقى سوى صافرة حكم اللقاء في هذه الأثناء. وبالتالي متابعينا الكرام نعم كل شيء قدمه البطايح في مباراة اليوم والهدفين مقابل هدف هي نتيجة المباراة التي يطلق صافرة نهايتها الحكم.